منيح بس كان فيهم يكونوا احلى القول قبل ها يعني هيك بس منيح غنت شي قطعه الى تقل يعني صعب كثير لك مين جاي بعدها هلا جاي السكر وراها انا ما قلت شيء انتو سمعتوا شو سمعتوا يا قد ما سكر اول حط الله شويه مش يا اول فايت ورد ومزهر وسكر وحطيتهم كلهم مع بعض فايت بس نحن ليكو قد ما طعمه هيك اذا تحط هوا كثير ما بيطلع الصوت انا كنت والله بحاول ادي باور بس هيك اول اول اطول فوق يا خيي جربوا وحدكم شو بتقعدوا تعملوا انتم بال 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 بالاستوديو او هون هو ايه حبيبي بس احيانا في مشكله مثلا انت كلام كله قلته صح ولا في غلط لا مش بالضروره فيك تقول لي لا 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 ما عندي بس انه احيانا مثلا يعطوني مثلا انا عن نفسي اعطوني اربع اغاني اتمرن عليهم بعدين يوم جيت قبل البرايم بيوم مثلا قال هالاغنيه وهالاغنيه شلون؟ ما اقدر حبيبي مش مشكله فيك تتعلمهم ما بدهم كثير يا اخي بدهم ساعتين تركيز ساعه ونص ساعه ونص ساعتين حق واحد دارس حق واحد مثلا مدرس لا منك عاطل عم تطلع مغنى الاغاني يا لطيف بس مش مكذب عليك انا مغنيه انت غني ما عندنا اغنيه وحافظها كثير منيح مش هالقد فيك تلاقي حالك فيهم بتركز على اثنين ما هالقد بدها هلا انا عم بدي اقوله هون لمحمد انه انت بتفوت اعطيتك مثل هذيك الصوت الفائع اللي بس صاير انه طير وبقلب المغنى مزبوط ولا لا هيك غنت بدريه غنت كثير منيح بقلب المغنى بالاضافه انه مش اوكي مرات فائع الصوت زياده بده تدفاية مرات العرب البلا طعمه اللي لازم تنشال وشويه شياكه بالغنى هذا ناقصه طيب بس انت جيت وراها ليك ما قلت شيء اسمعوا وحدكم شو صار لحتى انتوا تحللوا مش انا احلل اسمعوا الصوت في حلوه قلت لي كان قول يا شو اول اول اشيلها اول طلع صوتك اول غني اول من فوق شوي طلع طلع هيك اول عم طلعوا من هون خليه يطلع لهون من غير هوا خالص طلع بلش اول بلش اول مره تحب بعدين بلش تثبت حالك اوكي ليك هلا بالنسبه لك بعد مش عم نسمع صوتك ايه يعني هيك هيك عم تمشي هيك هيك اجراء هيك ليك هذا صوته مثلا وهون نطيت عم يعمل هيك فهمتوا كيف؟ منه ثابت منه ثابت بالمعنى هيك هو عم هيك قلبك على ايدك شو عم يصير فيه كثير مغم هو اللي مرة شو تشنجات ممكن يقتل واحد هيك هو ناعم بس عنده عادي ايديه هيك مثلا اول مرة يقتل واحد انه ايديه هيك انه هون كانوا كريبل This is American Psycho شو؟ American Psycho اول مرة اول مرة لا ري يا رب هيك النوتات انت نزل كثير مش مركز لهم بعدين شو هيك خلصت انا؟ انتبه والله يا مش عم نسمع صوتك ما المشكله ان الطبق قليل علي غني بطريقه ارفع من تحت عم اقول لك شو شيل هوا من تحت لما بيكون الطبق هيك بيقولوا الحب بيقولوا بدك تطلع صوتك اساسا انت كثير صوتك عم تخليه مضبوط دائما اللي بيقولوا الحب غني هيك اللي بيقولوا شكاوى هو الحب
كل واحد بين لي طبقه ما كلكم عم تجربوا الطبقات. لا ما اقصدش، انا في الطبقات اللي عم يجوا استزان لعندكم يعملوا لكم طبقات، كل واحد يظبط طبقه صوته، ترجع بتقول لي هلا الطبقه، خذ راحتك غني وجرب تحت وجرب فوق، ما بيصير هيك. شو صار هون؟ طلعت بحدا تشتت تفكيرك، راح المغنى والكلام كمان عشوائي. افرح واملا، طلعت معك هيك واملا يا هيك هيك وبعدين هيك مليون شغله تاول مره بخلص ضل محلي ابنه مش عارف شو بدي اعمل. مين هلا؟ لبناني ايمن سبيك. هلا مين؟ سلطان اشهل فوته صار لك ساعة ونص ناطر برا هلا يما وهلا يوم كل لحظة كل نقطة بشي جايز رانيا مرة فنوسة ضبعت وجهي ضبعت خدي وينها راحة؟ شو هالمشكلة؟ مش عم تغني كثير انت يعني عم يطلع لك هلا أول مرة عم تغني وغني هي فايت هيك يعني أقل شيء يعني الخوف راح منك ما فضيت لنا الانرجي بالرقص وبالرقص وبالزقيف وبالضحك وبدك ايه وقلبة من جوا هيك بغني اول مرة تعرف كل نوتة مش بقولهم بسرعة انا عرفتها عملوها ابطا لا 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 بي رم با رم با را را تعرف قيمتها وهلا يوم محمد زارا طالع اعلى شو عم بيصير؟ ما ادري 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 ما